ثلاث سنين انا خدام معاهم، ما كيعطيونا لا كونجي ما كيعطيونا حتى شي حاجه. انا هو اللي كنعجن، انا هو اللي كنطيب، انا اللي مكلف بالمخبز. ما عندهم لا سورانس، ما عندهم ديكلاراسيون، ما عندهم والو. اختو قعدت بوش علينا هذاك الغاز بلات في الصباح، ما جويت الخمسه ديال الصباح صافي، انا ما فهمت والو، حتى شعلت فيا العافيه، حتى خرجت لي العافيه، تفرقع لي الموتور ديال الفران على حقاش البوطات ما كاين، ماشي سطر البوطات تما اللي كاين. وجا صاحبي فاق، جا كيجري الكرواسي اللي معايا، هو اللي طفى العافيه. انا شدت فيها غير في رجلين، هنا اللي محروق، شدت فيها في رجلين وفي اليدين. عيطنا لهذاك اللي مكلف، جا داني بالطوموبيل سيدي عثمان، دار لي الفاصمه وداك الشيء وجابني، ولحنا تما. لحق في دارك؟ اه، لحنا تما في الفران، كاع ما جابني لداري، لحني في المخبزه. والناس اللي جابوني هنايا قال لهم ما كنتوش تديوه. علاش الله اعلم ما عرفت. صافي من تما ما جا عندي ما حتى شي حاجه، عيطت عليه في التليفون قال لك حنايا كارين عند هذوك الناس غير مسيرين، ماشي ما كارينش حنايا. حنا مسيرين، سير منك الموالي نشي، الموالي المخبزه اللي انا دابا غنتبع موالي نشي. هذوك قال لك غير مسير. اي نمشي معلوم معلوم، نقاد المسائل ديالو، نقاد سميتو، نمشي عند مفتي الشغل. هو راه انا مشيت فيها، وراه انا ما كنت غنموت انا. انا راه كون شدت فيا العافيه في حوايجي راه غنموت. ولو كون جاب الله تما كان مضيق محل صغير ما غاتفكش معايا العافيه. جاب الله محل كبير، الغاز كاين فين يخرج. ما كون كان محل صغير وداير الغاز غير تما، فين ما هربتي غتلقى العافيه. وستر الله وصافي، وقع المشكل هذا هما قلبوا عليا. وانا كان خصي يوقفوا معايا، يقوم بالواجب ديالو. ايه يوقفوا معايا، انا خدام تما. هو واحد قال لي سميتو، قال لي درتي لا فوت. تا شنو لا فوت درت؟ راه الريسك تما، حنا راه مريسكين تما، راه خدامين في العافيه. على هذاك العافيه شكون اللي يشعل هذاك الموتور؟ الا ما شعلتوش انايا غيجي هو يشعلو؟ راه انا اللي خدام تما. اه انا ملي كيشعل الفران، ملي العجين الخبز كيخمر كنمشي نشعل الموتور. شكون غايشعلو؟ هو اه ضروري خصك تشعلو. وقع شي ديفو ولا شي حاجه تما كضرب معاه انت حتى تشعل الموتور. والكرواسي وكل شيء بحال ما هكا، كاع العجان اللي كانوا معانا كاع بحال ما هكا. دابا سادين وهو كيقلب على اللي خدم ليه، ما كيسولش عليا انا، قال لي كيسول على اللي خدم. قال لهم راه انا جا شفت المعلم صوب في الفران، خصني اللي خدم. اما هذاك صافي صافي، الله يعاون، صافي دبر راسك. يجي واحد اخر يوقع عليه كوا، كيمشي حتى هو بحال هذا. فيتوقع عليا مشكل عند واحد السيد، وقم بالواجب ديالو حتى بريد. وقع لك حديث شغل؟ اه حديث شغل، وقف معايا كيخلصني داك الشيء اللي كان تخلص تسع ايام، شي كذا 40,000 ريال خلصني. والو انا اللي كنعيط عليه. وجاتك في هاد العواش؟ وي جاتني في العيد، راه الجيران المساكن اللي دبحوا ليا وطلعوا ليا هنايا، وجاو النساء بهم اللي قرضوا ليا، هما اللي وقفوا معايا. وهاد الناس هذا ما فهمت ولا انا، ما بقى عندي ما نقول لهاد الناس هادو. هادو دابا ما واجهوني حتى بشي حاجه، موالين الشغل اللي محل ديالهم صيفطوا واحد السيد، قالوا لي سير شوفوا. وجا عندي هذاك السيد شافني، كان خدام معاهم اللي كانوا خدامينهم، ملي كنا حنا خدامين معاهم. مع هذاك السيد ما بغاش يخدم مع هاد الناس هادو، قالوا لي سير شوف السيد اش وقع عليه. وجا عندي انا البارح وشافني ومشى عندهم، قال لي السيد راه محروق. قال لي انا عيطت لصاحبي، ما تنعيط ميك، وكعيط عليا اليوم جوج المرات. قال لي واش عيطوا عليك هذوك الناس؟ قال لي ما عيطوش اخويا. الدواء كنشري انا، كنشري من جيبي، راه هو راه كرطوشه ديال الدواء. الفرماسي انا، الفرماسي انا، ولا قاد لك المسائل. واحد الدريه كتجي عندي مسكينه كتصوب لي، كتقد لي هذاك الشيء، صيفطوا لي 500 درهم، انا كنسال اكثر من 500 درهم وصيفطوا لي 500 درهم، ما هي حتى خلاص، ما فهمت ولا انا الناس. وانا كاش غنطلب؟ غنطلب التعويضات ديالي.